طارق الشناوي سأقاضي غادة عبد الرازق وسأخذ حقي بالقانون. ايه حكاية المحاكم والقواضي بقى؟ لا لا كانت من مدة كبيرة. في ايه؟ كنت في برنامج مع اتصالحتوا ولا لسه؟ لا مثلا احنا ما قابلناش خالص، يعني ما تقابلناش خالص، بس يعني اللي حصل انه كان برنامج مع لميس. بس هي اعتذرت وبرضه، بس ما عشان كده خلاص توقفت الجانب القانوني. بس ما بصي، ما ينفعش انك انت تستخدم اسلحة غير مشروعة لمجرد دفاع عن نفسك. يعني ده حاجة تخوف قوي، لو حد تحس ان هو ممكن يعمل اي حاجة في الدنيا وينتهك اعراض وبتاع عشان مجرد الدفاع عن النفس. لا، اصلا ما انتقدتش الانسان، انا انتقدت الشاشة. وبعد اسبوع كنا على رمضان قلت لا ده مش مستوى، وان هي مش في مستوى، قلت انها ممثلة موهوبة بالمناسبة، وده رأيي لغاية النهاردة، ممثلة موهوبة لكنها لا تجيد الاختيار. ليه لا تجيد الاختيار؟ انت عارفة بتختار ازاي؟ بتدور على الشخصية الدرامية اللي هتلعبها، مش عن العمل الدرامي اللي هتشارك فيه. هو تبدو يمكن بالنسبة لبعض هم قريبين من بعض، بعاد جدا. اختار العمل وبعدين الدور، مش الدور وبعدين العمل. يعني مثلا منى زكي اختارت عمل فني كتبه دياب، محمد دياب وشيرين دياب او خالد، هم اخين كويس، وفي شاكر خضير، محمد شاكر خضير مخرج قد الدنيا بيفهم، وهو صغير في العمر لكن موهوب. في ممثلين جنبها عظام، وظهرت منى مثلا كل حاجه. لازم لما لعبت نيوتن برضو كانت رهيبه قبلها. برافو عليكي. ليه بقى؟ معناها انها منى فاهمه تختار ازاي. بصي، الفنان مش بس موهبه، لا، ذكاء واختيار. فهي اكيد بتتعب ساعات، بتغيب. يعني اظن السنه قبل اللي فاتت ما كانتش موجوده، بعد لعبه نيوتن غابت سنه ورجعت. ده الفنان، الفنان مش شرط يكون موجود على طول، لكن عليه انه دايما خطوه اسبق. منى بتعمل كده. ايه رايك في القاب الفنانين؟ كلها قيود على الفنان. بس زمان مثلا كانت الالقاب زي الملك، ده الناس وزملاء فريد شوقي، زملائه قالوا عليه الملك، خلاص بقى الملك، مش قيد، الملك كويس، ملك الشغلانه يعني. حلو، ممكن فريد شوقي ممكن اسمه يبقى رقم واحد، واكيد ما كانش واخد اعلى اجر بالمناسبه، لكنه الملك، ظل ملكا حتى وهو لا ياخد لا يحصل على الاجر الاكبر مثلا. يعني فكوكب الشرق، كوكب الشرق، جاره القمر فيروز، صوت مصر شاديه، مين قال عليها صوت مصر؟ احنا كمصريين لما غنت سنه، هقول لك انا سنه 71 كويس، لما غنت سنه 70 يا حبيبتي يا مصر، في عز الهزيمه، خدي بالك كنا في عز الهزيمه، فقالت هي اللي قالت، كان محمد حمزه شاعر كبير وبليغ حمدي، قالت كلمه يا حبيبتي يا مصر، قالتها من قلبها. فلما قالتها من قلبها قوي، حمزه لقط الكلمه وعملوا الغنوه، وبليغ في القعده لحنها، وكانوا هيعملوا، كان اساسا بروفات لغنوه ثانيه اسمها عالي، واجلوا عالي وعملوا يا حبيبتي يا مصر، ففضلت هي صوت مصر حتى الان. صوت مصر تساوي شاديه. خلصت فقرتي، وبعد الفاصل نكمل حلقتنا. اوكي.